سد الباب. صبر صبر، مو علي. عندك فلوس؟ فلوس؟ إيه، أنا بي فلوس مدام. مدام؟ ماما؟ تكلم نفس الخدم. يما؟ يما؟ يما، وحميمتك أنت يا حلو طوايفي، على هالحس ما ينطفي. يما حبيبي، طولت الغيبة يا يما، طولت الغيبة يا راشد. استغفر لي، استغفر الله، استغفر الله يا رب. يا رب لا تاخذ عقلي قبل لا اشوف وليدي. ما بي يشوفني مخرفة ما عارفة. لا تقول لي يمه، قول لي مدام. اوكي مدام. لا حد يدش. تعال تعال. مو احد ماما غنيمه، هذه انا نوير. الو، هل ماما غنيمه العظيمه موجوده؟ ويعه ويعت ويع العدو. هي بطلوا الباب، ترى كل شيء انكشف وبان. ما فتحتيش الباب والله هصوت ولم عليك الجيران. وبعدين نوير، وبعدين انا بعرف انتوا شو تسوون داخل. مو انت دائما تقولين ما يصير اثنين يقعدون مع بعض يصير ثالثهم ابليس؟ امس متعومسه وضايق خلقك، الحين تفرغتي لي. دلفي بس، دلفي دلفي. يما منكم يدات هالوقت ما ينعرف لكم. اقول عيسى، انا بمشي لك معاش 200 دينار يكفونك؟ ايش فيك؟ سلري سلري سلري. لا ما يبي. تعال، مو علشان انت تهمز ريولي، لا انا بعطيك مني ومن نفسي. شكرا. عفوا. تدري انه حسك نفس حس راشد. فويس فويس ذا سيم صوت راشد. تعال يمي، تعال خلي شوفنا يمي مع بعض. تعال اقعد يمي، تعال خلي شوفنا يمي. تعال اقعد هني، تعال تعال خلي شوفنا. اقعد شوف يمي. عيسى لحظة لحظة لحظة، نفويك نفويك، لا طالع نفويك، لا طالع. دقيقة. أنا آسف آسف آسف. دقيقة، لحظة لحظة. تعال عيسى تعال. تعال قاعد تعال. Can I ask you a question؟ اسأل. الإسلام قول أنا ما بتشوف your hair؟ لا عيسى، هو الإسلام ما حرم إنك تشوفني بدون حجاب، لأن الأخو والأبو والعم والخال والزوج وأبو الزوج هذا العادي يسمونهم محرم. محرم؟ إي عيسى، هذول كل أبوهم اللي قلت لك إياهم يسمونهم محرم، يعني عادي. أوكي، أنت أختي، أنا أقدر أشوف. إي صح عيسى، بس يبي لي وقت على ما أتعود يعني. تايم؟ إي عيسى وقت. مع الأيام الوقت راح يغير وايد أمور. أنت صدق أخوي، بس لازم أحس بهالشيء أول. أنت ما في feeling I am your brother؟
في فيلينج عيسى، بس ترى حتى لو أبوي هني كان يبي له وقت عشان يحس إنك ولده. أنا راشد ولد. أدري إنك راشد ولد، أقصد ولد راشد. خسبكتني عيسى، ما قمت أعرف أتكلم. خل أقول لك جملة قالها ماركيز في كتاب قريته بمكتبة أبوي. هو اسم ماركيز؟ روائي كولومبي. مو بس أنت تعرف رزال. أوكي، ماركيز سنقول؟ إن حب الأولاد لا ينبع من كونهم أولادنا، إنما الحب منشأه صداقة التربية. طبعاً أنت ما فهمت شيء. لا، أنا يفهم. ماركيز كويتي؟ عيسى، أقول لك كولومبي تقول لي كويتي؟ هو لازم اسم ماركيز طاروب.